النبي المجتبى وأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. أما بعد أحبتي الكرام، فما زال الحديث موصولا عن المعرب والمبني من الأفعال، وكنا قد تكلمنا في المجلس السابق عن الفعل المضارع وعن أحوال بنائه وأحوال إعرابه. يعني تكلمنا عن بناء الفعل المضارع وإعراب الفعل المضارع وانتهينا منه بشكل كامل. إن شاء الله موعدنا اليوم مع الفعل الماضي والفعل الأمر، وتكلمنا البارحة وقلنا أن الأصل في الفعل المضارع الإعراب، وأحيانا يبنى في حالتين إذا اتصلت به إحدى النونين، نون النسوة فيبنى على السكون، ونون التوكيد فيبنى على الفتح. أما الفعل الماضي والفعل الأمر الأصل فيهما البناء لا الإعراب، يعني الأصل البناء، وهما لا يأتيان على صورة المعرب أبدا. فنقول أن الفعل الماضي يكون إما مبنيا على الفتح وإما مبنيا على الضم وإما مبنيا على السكون، تمام؟ فالبناء على الفتح هو الأصل. بدل ما ناخد نعدد حالات، نفضل نعدد في حالات ونلقي معلومات، اجعلوا الاصل في الفعل الماضي ان يكون مبنيا على الفتح. يعني مثلا اذا قلنا الفتاة شكرت الله، او قلنا الفتاتان شكرت الله، او هما شكر الله. اذا قلنا الفتاة شكرت، ثانية واحدة، مش حبكت انجليزي دي. الفتاة شكرت الله، اي شكر فعل ماضي مبني على الفتح. لا لا، بيبنى على الفتح حتى لو اتصلت باخره اشياء عادي. يعني كلمة شكرت هنا تاء التأنيث ما موجودة، اتصلت بالفعل المضارع، ولكن هل ده معناه ان الفعل المضارع ما يبناش على الفتح؟ لا، يبنى على الفتح عادي، هو الاصل في البناء على الفتح الا حالات معينة هنقولها، حتى لو اتصل بيه ضمائر أو اتصل به تاء التأنيث. فنقول الفتاة شكرت الله. إن إحنا مش عايزين نعدد حالات، يعني إحنا مش عايزين ناخد لنا نعدد حالات تسهيلا، لأن أنا ممكن أقول يبنى على الفتح إذا اتصل به تاء التأنيث أو اتصل به ضمير من ضمائر النصب أو إن كان الفعل ظاهرا. يعني أنا مش عايز أعقد الموضوع، نخلي الأصل البناء على الفتح، يعني الأصل أن يبنى الفعل الماضي على الفتح إلا في حالات معينة هنقولها. يعني ده كده هيخلي الموضوع اسهل يعني، تمام؟ فبنقول الفتاة شكرت الله، شكرت هنا شكر فعل ماضي والتاء للتأنيث. طيب في حاجة دي ما فيهاش حاجة. طيب نقول الفتاتان شكرتا الله. طبعا هنا لحقت الفعل شكرتا، لحق به الألف الاثنين، فنقول شكرتها برضو فعل شكر فعل الماضي مبني على الفتحة برضو، تمام؟ وأيضا إذا قلنا هما شكر الله، هنا برضو ألف الاثنين التاني اللي فوقيها دي مؤنث والتاني مذكر، هما شكر الله. فطبعا شكر هنا برضو لحق بيها ألف الاثنين، وعلى الرغم من ذلك الفعل الماضي عادي مبني على الفتح، ما فيش في حاجة، تمام؟ أيضا إذا قلنا أحبني والدي، أحب فعل أحبني هنا، أحب ده فعل ماضي مبني على الفتح والنون للوقاية والياء المتكلم مفعول به، تمام؟ تمام، أحبني والدي الفعل الماضي مبني على الفتح برضه ما فيهاش حاجة. وأيضا حفل تاريخنا بالأمجاد، حفل تاريخنا بالأمجاد. طبعا حفل فعل ماضي مبني على الفتح، تاريخ ده فاعل مرفوع علامة رفع الضمة والنا مضاف إليه، تمام؟ ما هو الأصل فيه؟ الأصل في الفعل الماضي البناء على الفتح إلا في حالات مخصوصة، تمام؟ وهي أول حاجة اتصاله بواو الجماعة، في هذه الحالة الفعل الماضي على الضم، تمام؟ يبقى الحالة الأولى في مخالفة
بناء على الفتحه، الحاله الاولى هي بناء على الضم. طب بيبنى على الضم بامتى؟ امتى؟ لو اتصل بواو الجماعه، اتصل بواو الجماعه يبنى على الضم مباشره. طيب مثل قول الله تعالى: الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الذين امنوا، امن فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعه، وكذلك عملوا، عملوا ايضا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعه. وايضا قد يبنى الفعل الماضي على السكون اذا اتصلت به ضمائر الرفع المتحركه، ضمائر الرفع المتحركه ثلاثه: تاء الفاعل، ناء الفاعلين، متاني. يبنى الحالة الثانية طبعا في مخالفة الأصل اللي هو البناء على الفتح، اللي هو البناء على السكون، في أي حالة؟ إذا اتصلت به إحدى ضمائر الرفع المتحركة، اللي هي إيه بقى؟ اللي هي تاء الفاعل وناء الفاعلين ونون النسوة. تمام؟ هذه الضمائر إذا اتصلت بالفعل الماضي يكون مبنيا على السكون. تمام؟ أظن الأمر سهل، زي ما كده كتبت أختنا كراميش: أكلت، أكلت، عذرا، أكلت، أكلت، أكلنا، أكلنا. طبعا أكلنا الأولانية اللي هي نال الفاعلين، وأكلنا الثانية اللي هي فيها نون النسوة. لو اتصل أي ضمير من هذه الضمائر بالفعل الماضي، هذا الفعل الماضي يبنى على السكون. يبقى احنا الآن عندنا كم نوع من كم حالة من حالات بناء الفعل الماضي؟ عندنا ثلاث حالات: إما يبنى على الفتح وهو ده الأصل، وإذا اتصل بواو الجماعة، إما يبنى على السكون إذا اتصل به تاء الفاعل أو ناء الفاعلين أو نون النسوة. تمام. تاء الفاعل: مثل أقسمت بالله لا أدافع عن الدين مثلا، أو الفعل أقسمت، أو أقسمت. طبعا هذا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. وأيضا إذا قلنا أعددنا أبناءنا على الكفاح، أعددنا، أيضا أعددنا، دفع أعدده فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعلين. وأيضا قول أحمد شوقي: وإذا النساء نشأن في أمية رضع الرجال جهالة وخمولا. طيب ماشي. إذا النساء نشأن في أمية رضع الرجال جهالة وخمولا. فالآن هو بيقول: وإذا النساء نشأنا. نشأنا ده فعل نشأ، فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. إذا هذه قواعد مهمة جدا للحفظ، علشان دائما تكون متذكرها. إذا رأيت فعل ماضي متصل بإحدى هذه الضمائر تاء الفاعل أو ناء الفاعلين أو نون النسوة، اعلم مباشرة أنه مبني على السكون. ويمكنك أن تعرف حركة البناء بكيفية نطقك للفعل الماضي، يعني هذه تسهيلا ايضا. يعني مثلا ايه؟ لما نقول ان الفعل الماضي مبني على الفتح، لما نقول ايه مثلا؟ لما نقول الفتاة شكرت الله، شكرت الله، طبعا ده شكرت الله، انا بنطق فوق الراء الفعل الماضي شكر، صح؟ بقول شكرت ونطقت الراء فيها فتحه، يبقى ده مبنيه على الفتح. طيب ايضا اذا اتصلت نعم، اذا اتصلت ايضا واو الجماعه بالفعل الماضي فنقول امنوا، الفعل الماضي امن. انا لما باجي انطقه بقى قبل، يعني لما اجي انطقه وهو متصل بواو الجماعه، بقول امنوا، نو، بضم النون، والنون المفروض انها اخر حرف في الفعل الماضي، فطالما انا ضميت النون ده معناه ان هو مبني على الضم. نعم. وأيضا إذا يعني اتصل الفعل الماضي بتاء الفاعل، بلاقي نفسي بنطق آخر حرف في الفعل الماضي بالسكون، بقول أقسم، أقسمت. فطبعا الميزة في البناء إن أنا ممكن أعرف حركة البناء، الفعل، الاسم أو الفعل مبني على إيه من خلال نطقي للكلمة. فهذا هو السهل في مسألة البناء. تمام. هل هناك مشكلة في الفعل الماضي؟ في مشكلة؟ طيب واضح ولله الحمد. نخش بقى على الفعل الأمر. إذا قلنا أن الفعل الأمر دائما، هناك قاعدة دائما نقولها في الفعل الأمر، نقول فعل الأمر دائما يبنى على ما يجزم به مضارعه. الفعل الأمر
يبنى على ما به مضارعه. واحنا طبعا اتكلمنا امبارح في مساله حالات جزم الفعل المضارع، وعرفنا ان الفعل المضارع له احوال في الجزم. قلنا ان هو تسبقه اداه من ادوات الجزم، وعندنا ادوات الجزم نوعين، ادوات جزم تجزم فعلا واحدا، وادوات جزم تجزم فعلين، والقصه دي كلها اتكلمنا فيها. علامات جزم الفعل المضارع هي دي اللي هنحتاجها، علامات جزمه، علشان نعرف برضه الفعل الامر هيجزم بايه. يا عم انا لقيتك مش موجود في الغرفه، قلت يعني لما اتبهك يعني. المهم، علامات جزم الفعل المضارع اللي هو يجزم بالسكون او يجزم بحذف حرف العله النون، صح؟ طيب طيب يا عم، ما انت نسيت المايك والاخ، حتى مستر انيجما قعد يقول يا جماعه اطردوا محمد كيو، اطردوا محمد كيو. فانا بصراحه يعني مستر انيجما حبيبي، ما اقدرش يعني ارفض له الطرف، فطردتك بصراحه يعني. فيعني معني طبعا انت عارف انا بحب الحاجات دي جدا يعني. المهم يا عم، خلينا في الدرس بقى عشان نخلص بعد كده، لما نخلص بنتكلم في موضوع الطرد ده. طيب، اهم حاجه ما حدش يدي محمد هو يبقى سوبر ادمن، يعني اهم حاجه عمر الفاروق ما يخلوش سوبر ادمن، لانه لو بقى سوبر ادمن ما حدش هيعرف يتكلم معاه، فخلينا كده احلى يعني. المهم يا اخوه، احنا اتكلمنا المره اللي فاتت في الفعل المضارع، وقلنا ان حالات الفعل المضارع حالات جزم الفعل المضارع ثلاثه، قلناهم احنا اللي هم ايه، اللي هم اول حاجه الجزم بالسكون، والجزم بحذف حرف الجزم بحذف النون، هم نفس العلامات هتتكرر تاني في الفعل الامر. بنقول ان الفعل الامر له ثلاث احوال في البناء، اما السكون، واما حذف حرف العله، واما حذف النون، اللي هيزيد بس الفتح، يعني اللي هيزيد الفتح. وهنعرف كل حاله من حالات بناء الفعل الامر ده. يبقى هذه القاعده قاعده يعني في منتهى الاهميه من ناحيه فعل الامر. فعل الامر بيعرب ازاي؟ يبنى فعل الامر، يبنى على ما يجزم به مضارعه. بنقول اول حاجه يبنى عليها الفعل الامر السكون، اذا كان صحيح الاخر ولم يتصل به الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطبه. لاحظوا ان الاضافات دي الف الاثنين وواو الجماعه وياء المخاطبه اتكلمنا عليهم في درس قبل كده، اللي هو درس الاسماء الخمسه. تمام، ايه في ادوات الجزم التي تجزم فعل واحد، لم ولما ولم الامر ولن، هي صح؟ ايه ماله التكست في ايه؟ افكركم بالادوات. طب ماشي، طيب ماشي، نرجع طب للفعل الامر. مش مشكله، انا ما انتبهتش بس معلش. طيب احنا الفعل الامر، فعل المضارع عذرا، قلنا بيجزم في حالتين. الفعل المضارع بيجزم اذا سبقته اداه من ادوات الجزم، او اذا وقع في جواب الطلب. قلنا جواب الطلب يعني جه بعد فعل امر، بينه وبين الفعل الامر علاقه. نقول بقى ادوات جزم الفعل المضارع قلنا نوعين، ادوات بتجزم فعل واحد، لم ولما ولم الامر ولا النهايه. الادوات اللي بتجزم فعلين اللي هي ادوات الشرط، ادوات الشرط كلها بتجزم فعلين، واحد فعل الشرط والتاني جواب الشرط، اللي هم ايه بقى؟ اللي هم ان ومن وما ومهما ومتى واين وايان واينما وان وحيثما واي. طبعا قلت الادوات دي للحفظ، لان انت مش هتقدر تعمل معاها حاجه غير ان انت تحفظها. تمام، فإذا رأيت أداة من هذه الأدوات اعلم أن هذه الأداة تنصب، عذرا، تنصب إيه؟ تجزم فعلين مضارعين، واحد فعل الشرط والثاني جواب الشرط. تمام، هل هناك مشكلة في الجزم بتاع الفعل المضارع؟ لا، ما عملوش نحو جديد ولا حاجة، هي دي اسمها أدوات الشرط. أدوات الشرط دي بتجزم فعلين مضارعين، واحد اسمه فعل الشرط والتاني اسمه جواب الشرط. زي لما احنا قعدنا يعني نعطي أمثلة امبارح، بس احنا الأمثلة اللي ضربناها امبارح كان عن يعني كانت عن اللي بتجزم فعل واحد مش تجزم فعلين. ولكن الامثله على ذلك هتبقى كثيره جدا في باب اسلوب الشرط ان شاء الله. لما نيجي على اسلوب الشرط هنتكلم على كل اداه من هذه الادوات بالتفصيل، وهنتكلم عن جزمها برضه للفعل المضارع. طيب، المهم نرجع تاني للفعل الامر. قلنا ان الفعل الامر يبنى على ما يجزم به مضارعه. يبقى اذا كان الفعل الامر صحيح الابي الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطبه، يبنى على السكون، وايضا يبنى على السكون اذا اتصل به نون النسوه. يبقى اذا الفعل الامر يبنى على السكون في حالتين،
اول حاجه ان كان صحيح الاخر، تاني حاجه ان كانت متصله به نون النسوه. في هذه الحالتين في هاتين الحالتين يبنى على السكون. اما في غيره في غيرهما من الحالات في بقى حالات اخرى من البناء. تمام. قال تعالى اقرا باسم ربك الذي خلق. اقرأ ده فعل أمر مبني على السكون لأنه غير متصل بشيء بعدي خلاص. ده مبني على فعل مبني على السكون. تمام. وإحنا قلنا إن الفعل الأمر إذا كان صحيح الآخر ولم تتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة على طول يبنى على السكون زي ما كتبت أختنا هشام. طبعا أنا حبيت ألفت النظر إلى إن الإضافات دي اللي هي ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة دي خدناهم في درس بتاع الأفعال، بس قلنا إن الأفعال الخمسة هي كل فعل إيه؟ كل فعل إيه؟ كل فعل الافعال مضارع. احسنتم، احسن كل فعل مضارع. طبعا احنا لما بنتكلم في الامر ما ينفعش ارجع اقول الفعل الامر ده فيه الف الاثنين او واو الجماعه واو المخاطبه ده من الافعال الخمسه. لا طبعا هذا الكلام غلط، لان الافعال الخمسه الافعال المضارعه بس. تمام، علشان الاخوه ايه ما تخلطش، لان تعرضنا لمثل هذه الامور كثيرة. طيب اما بقى احنا كده خلصنا حاله بناء الفعل الامر على السكون، احنا قلنا حالتين وخلصناهم. بعد كده ايضا من علامات البناء يبنى الفعل الامر على الفتح. يبنى على الفتح امتى؟ على فكره ده خدناه لما جينا اتكلمنا عن علامات الفعل الامر. يبنى على الفتح اذا اتصلت به نون التوكيد. يبنى على الفتح اذا اتصلت به نون التوكيد. طيب يا جماعه لو نون التوكيد اتصلت بالفعل المضارع يبنى على ايه؟ ايوه احسنت اختنا ترميش، دي الافعال الخمسه. الآن السؤال اللي احنا بنقوله هي نون التوكيد لما تتصل بالفعل المضارع يبنى على ايه؟ يبنى على الفتح. احسنت اختنا الشام. يبقى الاستنتاج من هذا الكلام ان نون التوكيد اذا اتصلت باي فعل، طبعا نون التوكيد لا تتصل بالفعل الماضي، يعني نون التوكيد دي تتصل بالمضارع يا تتصل بالامر، حاجه من الاثنين، لكن نون التوكيد ما تتصلش بالماضي. فلو نون التوكيد اتصلت باي فعل، الفعل ده يبنى على الفتح سواء كان بقى مضارع او كان امر. تمام، واضحه الحته دي؟ الحته دي برضو حلوه يعني كويسه تستفيدوا منها. الفعل الماضي، عذرا، الفعل الماضي لا تتصل به نون التوكيد. طب لو كان او الفعل امر واتصل به نون التوكيد يبنى مباشره على الفتح. الحاله الثالثه من حالات بناء الفعل الامر هي حذف حرف العله. طبعا حذف حرف العله ده معناه ان الفعل اصلا معتل الاخر، صح؟ احسنت اختنا شاب. بيقول الحالة الثالثة حذف حرف العلة إذا كان طبعا الفعل معتل الآخر. قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. طبعا الفعل ادعو أخو واو، والواو من حروف العلة، فطبعا لما جينا يعني نحوله إلى صيغة الأمر خليناها ادعو وحذفنا حرف العلة وضعنا حركة حرف العلة على الحرف اللي قبليه. خلي بالكم ان احنا لما بنيجي نحذف اي حرف عله من اي فعل سواء كان بقى مضارع او امر بنحط الحركه بتاعه حرف العله دي على الحرف اللي قبليه اللي هو قبل حرف العله. تمام؟ والعين مضموم. نعم. ايضا من حالات بناء الفعل الامر حذف النون. حذف النون امتى بقى؟ لو اتصل باضافه من اضافات اللي هي اللي احنا كنا بنتكلم عليها في باب الاسماء الخمسه اللي هي الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطبه. في هذه الحاله يبنى على حذف ايش؟ يبنى على حذف النون. يبقى احنا قلنا يا جماعه ده دليل على ايه؟ ده دليل على ان الفعل الامر يبنى على ما يجزم به مضارعه. يعني شوف احنا بنتكلم في فعل الامر ولكننا بن القواعد بتاعه الفعل المضارع. يبقى اذا الفعل الامر ده لو كان الفعل المضارع بتاعه من الافعال الخمسه يبنى على ايش؟ هندي امثله. حاضر. يبنى على ايش؟ يبنى على حذف النون. اقولها تاني. اذا كان الفعل الامر الفعل المضارع منه من الافعال الخمسه يبنى على حذف النون. تمام. بنقول زي ايه؟ قال طبعا امرؤ القيس قفا نبكى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول في حولي. لما نقول قفا الاصل فيها قفان، صح؟
ولكنه طبعا بما ان هو خلاه فعل الامر، يعني الفعل المضارع لو جبناه هيبقى يقفان، صح؟ ده الفعل المضارع. طب الراجل عايز يحمل المضارع للامر، فقال لك ايه؟ قفا، وشال النون بتاعت الفعل المضارع. ليه؟ علشان هو حوله فعل امر. يبقى هذا فعل امر مبني على حذف النون. احسنت اختنا كرميز، جزاكم الله خيرا، صح؟ ما شاء الله. ايضا قال احمد شوقي في قصيده غبراء، يعني اعوذ بالله من هذه القصيده، هذه القصيده اتذكر كانت عندي في الثانويه العامه وبذلت مجهود خرافي لحفظها، مع اني اصلا ما بحفظش الشعر وما بحبوش، ولكن ما علينا. يعني البيت اللي انا هذكره ده كمثال اثار جوايا ذكريات سيئه. المهم بيقول ايه؟ بذكرى لي الصبا وايام انسي، اذكرى لي الصبا وايام انسي، اعوذ بالله. اذكرى طبعا الاصل فيها يذكران، صح؟ لو هنجيب المضارع هتبقى يذكران، وده معناه ان المضارع من الافعال الخمسه، وطالما ان المضارع من الافعال الخمسه يبقى يجزم بحذف النون، وكذلك الامر يتبعه، لان الامر يبنى على ما يجزم به مضارعه. فنقول اذكرى فعل امر مبني على حذف النون، حذف حرف النون، تمام؟ هل هناك مشكلة؟ طب واضح، الحمد لله. أيضا قال تعالى كلي واشربي وقري عينا، فقلي واشربي وقري عينا. كل هذه الياءات هي ياءات مخاطبة، يعني الأنثى المخاطبة اللي هي كانت مين الأنثى المخاطبة في هذه الآيات؟ كانت مين عليها السلام؟ مريم عليه السلام، تمام. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لها ايه؟ بيقول لها فكلي واشربي. يبقى الاصل لو هنجيب مضارع ايه؟ لو هنجيب المضارع هنقول رين وتشربين، صح؟ وتقرين، نعم. فاذا طالما ان الفعل الامر يبنى على ما يجزم به مضارعه، واحنا قلنا علامه او طريقه جزم الفعل الامر هي حذف حرف النون، فبالتالي هنقول هذا فعل امر مبني على حذف حرف النون، والياء طبعا اللي موجوده دي ياء المخاطبه. هل شيء غير واضح في هذا؟ طيب الحمد لله رب العالمين. كده احنا يا اخوة خلصنا موضوع بناء واعراب الافعال. نراجع عليه مراجعة سريعة بحيث نمسك المعلومات كلها مع بعضيها، ولا ننتقل مباشرة الى المبتدأ والخبر بقى، ننتقل الى مرفوعات الاسماء؟ نراجع عليه مراجعة سريعة. طيب نجيبها كده من الاول، بسم الله. قلنا اول العنوان المعرب والمبني من الافعال. قلنا ان عندنا نوعين من الافعال، افعال معربه وافعال مبنيه. قلنا ايه هي الافعال المعربه؟ الافعال المعربه هي الفعل المضارع، لان الاصل في الفعل المضارع الاعراب، واحيانا يبنى على عكس الفعل الامر والماضي. الفعل الامر والفعل الماضي الاصل فيهما البناء، ولا ياتيان معربان على الاطلاق. قلنا بعد ذلك تكلمنا مسكنا الفعل المضارع اولا، وقلنا ان الفعل المضارع له كم حاله من حالات الاعراب؟ ثلاثه. حد بقى يقولهم لي. ثلاث حالات من حالات الاعراب اللي هم ايه بقى؟ ايوه انا بدي فرصه. طيب جزاكم الله خيرا يا حاج محمد كيوي. ما هو انت طبعا لازم تبقى مركز بعد البونص اللي انت خدته ده. معرفة. الرفع والنصب والجزم، احسنت يا اختنا شام. الرفع والنصب والجزم دول الثلاث حالات الاعرابيه بتوع الفعل المضارع. فطبعا قلنا ان الفعل المضارع يرفع ما لم يسبقه ناصب ولا جازم، يعني طالما ما في اداه نصب او اداه جزم خلاص يبقى هذا الفعل المضارع بيكون مرفوع. طيب افرض بقى سبق الفعل المضارع اداه من ادوات النصب، طبعا بيكون منصوب. ايه هي ادوات النصب؟ هاتوا، يعني هاتوا اللي تفتكروا، هاتوا اللي تفتكروه من ادوات النصب على التكست. ان ولن وكي، احسنت اخ عمر، وحتى، وقلنا لام التعليل، ايوه، وايه تاني؟
ولام الجحود اللي هي بتبقى مسبوقه بكون منفي جميل، ولام التوكيد حلو رائع. ايه تاني؟ فاضل اتنين. اذا احسنتي، فاضل اتنين مهمين بيتكرروا دايما، فاء السببيه واو المعيه. واو المعيه اللي هو المثال اللي احنا وقفنا فيه امبارح كتير، اللي قعدنا نحاور وندور فيه، اللي هو بتاع تخلق بهذه الاخلاق وتزين بها دائما. وكانت المشكله في تزين. وكون تزين فعل مضارع منصوب لسبقه بواو المعيه. طيب ما علينا. اذا المهم ان ادوات النصب هي ان ولن وكي ولام التعليل وحتى وفاء السببيه ولام الجحود وواو المعيه واذا ولام التوكيد. تمام. بعد كده اتكلمنا عن علامات نصب الفعل المضارع. الفعل المضارع بينصب بالفتحه الظاهره الا لو كان معتل بالالف. لو معتل بالالف بينصب لكن بالفتحه الايش؟ الفتحه المقدره. تمام ماشي. اختصارا احنا بنختصر بقى، احنا الكلام ده قلناه امبارح، احنا بنختصر دلوقتي. وقلنا ايضا ان الفعل المضارع بينصب برضه بحذف النون اذا كان من الافعال الخمسه. واحنا قلنا الافعال الخمسه كل فعل مضارع اتصل به الف الاثنين او واو الجماعه وياء المخاطب. تمام. بعد كده دخلنا في جزم الفعل المضارع، وقلنا ان الفعل المضارع اللي هي الحاله الثالثه بقى من حالات الاعراب، قلنا ان الفعل المضارع يجزم اذا سبقته أداة من أدوات الجزم أو إذا وقع في جواب. قلنا إن أدوات الجزم ليهم نوعين، منها ما يجزم فعلا واحدا وهي لم ولما ولام الأمر ولن ناهية. وقلنا هذه الأدوات حروف مبنية، حروف مبنية، واتكلمنا عن كل أداة من هذه الأدوات. وقلنا هناك أدوات تجزم فعلين اللي هم فعل الشرط وجواب الشرط. الأدوات دي إن ومن وما ومهما ومتى وأين وأيان وأينما وأن وحيثما وأي. طيب عايزين يعني في هناك طريقه اللي انت بتقول اللي بيجزموا فعل واحد، اللي انا لسه قايلهم دول بيجزموا فعلين، واحد فعل الشرط والتاني جواب الشرط. احنا ممكن نقسمهم، نقسم الادوات دي لانها كتير، نقسمهم بحسب الحروف الابجديه علشان يعني يسهل علينا حفظهم. فاحنا ممكن نقول ايه؟ نقول ان واي وايانا وأن وأينما وأي. تمام. دول اللي بيبدأوا بهمزة. وفي أدوات بتبدأ بالميم اللي هي من وما ومهما. تمام. دول اللي بيبدأوا بالميم. وفي عندنا بقى يعني في أداة بقى اللي هي حيثما. حيثما دي خلوها لوحديها. من وما ومهما ومتى. ايوه كده تمام، كده تمام. انا اعتقد كده هيبقى اسهل شويه لهذه الادوات. يا ريت تخلي يعني تخلوا ده عندكم كده في التكست وتحفظوها بهذه الطريقه. نقول ان واي وايان وان. طبعا ان انا كتبها غلط، استنى ما اصلحها كده. تمام. إن وأي وأيان وأن وأينما وأين. دول اللي بيبدأوا بالهمزة. واللي بيبدأوا بالميم من وما ومهما ومتى. وفي حيثما في الآخر دي بتبتدي بالحهمة يعني ارموها في الآخر دايما. المهم إن في عندنا أدوات بتجزم فعلين تبتدي بالهمزة، وفي أدوات بتجزم فعلين بتبتدي بالميم. نخليهم مع بعض ونحفظهم يعني بحسب الترتيب الأبجدي. طيب. بعد كده قلنا ان الفعل المضارع ايضا يجزم في جواب الطلب. حلو. قلنا جواب الطلب معناه ان في فعل امر ياتي ان في فعل مضارع ياتي بعد فعل الامر وبينهم علاقه، زي ما اخذنا المثال امبارح اللي هو بتاع ايه اللي هو الله المستعان اللي هو كان في اخره تربح. حد فاكره يا اخوه؟ اغتنم من الحياه فرصه تربح. او اجتهد تنجح. كده تمشي. بحب ادي المثال بتاع اغتنم من الحياه فرصه تربح، لان في فاصل بين الفعل الامر وبين الفعل المضارع، ولكن الضابط وجود العلاقه. يعني الضابط في المساله وجود العلاقه. اغتنم من الحياه فرصه تربح. فده جواب الطلب. احنا قلنا جواب الطلب امبارح يعني نتيجه الطلب.
وقلنا ان في 3 شروط علشان الفعل المضارع يكون مجزوم في جواب الطلب. قلنا اول حاجه ان يجي الفعل المضارع بعد فعل الامر، وقلنا تاني حاجه ان يكون بينهم علاقه، بين فعل الامر وبين المضارع علاقه، والتالت الشرط التالت واللي انا ركزت عليه امبارح المهم جدا، ان يكون فعل المضارع جوابه محبوب، يكون محبوب مش مكروه، زي ما ادينا المثال اللي هو بتاع ايه، لا تدنو من الاسد تسلم ولا تدنو من الاسد ياكلك. احنا قلنا لو محبوب يبقى يتجزم، طب لو مش محبوب يترفع. تمام، لا تدنو من الاسد ياكلك، طبعا ده جواب مكروه مش محبوب، فبالتالي هنرفعه مش هنجزمه. لكن لو قلنا لا تدنو من الاسد تسلم، طبعا ده بيكون مجزوم لانه محبوب. لا 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 تدنو بضم النون مجزوم يا اخي، مش بواو الجماعه. تمام يا جماعه. طيب بعد كده تكلمنا بقى عن وقلنا طبعا علامات جزم الفعل المضارع، اما انه يجزم بالسكون، واما يجزم بحذف حرف العله، واما يجزم بحذف النون. بعد كده تكلمنا عن بناء الفعل المضارع، وقلنا ان الفعل المضارع يبنى في حالتين، يبنى اذا اتصلت به نون النسوه بيبنى على السكون، واذا اتصلت به نون التوكيد بيبنى على الفتح. واتكلمنا في موضوع نون التوكيد ده، اتكلمنا فيه في الحته اللي هي لما قلنا ان قد يفصل بين الفعل المضارع وبين نون التوكيد فاصل، اللي هي الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخرج. قلنا الكلام ده وضربنا مثال وقلنا لا تؤخراني عمل اليوم الى الغد، والاصل ان احنا نقول لا تؤخرا، وطبعا لان النون محذوفه ان ده من الافعال الخمسه فبيجزم بحذف النون، ولكن اضيفت نون هنا، فهذه النون هي ليست نون الافعال الخمسه وانما هي نون التوكيد، يعني النون المضافه هي نون التوكيد. طيب وطبعا ما ينفعش اقول هنا ان الفعل، يعني ينفعش اقول ان الفعل المضارع مبني، ما ينفعش اقول ان هو مبني وانما هو مجزوم في الحقيقه وليس مبنيا، لانه فصل بينه وبين نون التوكيد فاصل، وهذه مهمه ولا تفهم الا من السياق، القاعده مهمه ولا تفهم الا من السياق. ايضا لما ضربنا المثال الثاني وقلنا لا تقولن غير الصدق، والاصل انها تكون ولا تقولوا غير الصدق، طبعا تقولون بحذف حرف النون، والنون اللي موجوده في هذا المثال ليست نون الافعال الخمسه وانما هي نون ايه، نون التوكيد. لا تقولن، ولذلك لما فصل بين الفعل المضارع وبين نون التوكيد بفاصل اعرب، لم يبنى. تمام، وايضا اذا قلنا لا تهملن في عملك، لا تهملن، الاصل ان يقال لا تهمل، وحذفت هنا الياء، والنون اللي موجوده دي هي نون التوكيد، لا تهملن، يعني اصل قل لا تهملين، صح، لا تهملين، كده حطينا النون بتاعه الافعال الخمسه، طبعا مجزوم، فلما بيتجزم بتتشال النون بتاعه الافعال الخمسه وبتحط مكانها نون التوكيد. الفرق بين نون الافعال الخمسه ونون التوكيد الشده. لا، ما هو ما ينفعش نقول لا، الاصل ان يقال تهملين، ثانيه واحده، تهملين، حلو، ده فعل مضارع من الافعال الخمسه، في ياء وهذه الياء بعدها نون، تمام، فده فعل مضارع من الافعال الخمسه، فيه ياء المخاطبه، المخاطبة أو المخاطبة، هي المخاطبة صح، أقول إحنا نكلم. لا والله بنون التوكيد الخفيفة ما أعتقدش إن هيبقى في فرق، لكن الفرق أختنا هيبقى في المعنى، يعني هيبقى، يعني أنا هديكي، يعني هنوضح الحكاية دي. بص أختنا دلوقتي ده فعل مضارع من الأفعال الخمسة، حلو، لو انا حطيت قبليه لان هي حولته من المضارع للطلب، يعني حولت معناه من مضارع لطلب، وعايزينه يتجزم، لما هنيجي نجزم الفعل ده هنقول ايه؟ هنعمل ايه؟ هنقول لا تهملي، صح؟ ما ينفعش احط النون، ولا ايه يا اختنا؟ هي ما ينفعش اقول احط النون، اقول لا تهملي. حلو؟ فانا الان عايز احط بقى نون التوكيد، انا خلاص شلت
فعلا خمسه، انا عايز بقى احط نون التوكيد، فبعمل ايه؟ اقول كده لا تهملين. شوفي نون التوكيد مضاعفه، انما النون بتاعت الافعال الخمسه ما هياش مضاعفه. ايوه دي بقى الثقيله. فهنا المعنى عايز يقول ايه؟ عايز ياكد على هذه، بتبقى بدون شده. هو عايز ياكد على هذه المخاطبه، بيقول لها ما تهمليش، لا تهملين. فهذه النون هي نون التوكيد، نون احنا هنشيل الياء بقى، احنا بس للايضاح هنشيل الياء، المفروض تتحط كسره بس سيبك منها. الشاهد ماشي. الشاهد في ايه؟ الشاهد ان انا لما بشيل نون الافعال الخمسه بحط مكانها النون بتاعه التوكيد، زي المثال اللي هو بتاع لا تؤخراني، وزي المثال اللي هو بتاع لا تقولن، وهكذا. تمام. هل في شيء غلط في هذا؟ نفصل فيها تاني، نشرحها تاني. واضح. طيب الحمد لله. بعد كده تكلمنا عن توكيد الفعل المضارع بالنون. توكيده إذا كان متصلا بلام القسم، يجب توكيد الفعل المضارع إذا اتصل بلام القسم، وإذا كان واقعا جوابا للقسم، مثل والله لأكرمن ضيوفي. والله ادي قسمه، والله لأكرمن، وبعديه جه على طول بقى ايه؟ لام القسم. فطالما جه لام القسم بعد أداة القسم واتصل بهم الفعل المضارع، لازم الفعل المضارع ده يتأكد بنون التوكيد. تمام. زي مثلا ايه؟ والله ليسجنن، او والله لأكرمن، وهكذا. طبعا النون بتكون ايه؟ مضاعفه. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. بالفعل هو الفعل المضارع هنا، يعني يجوز توكيده، هو مش واجب توكيده. احنا بنقول يجب التوكيد امتى؟ الوجوب غير الجواز. يعني هي ممكن تقول لا يسجن، صح؟ ولئن لم يفعل ما امره لا يسجن او لا يكون من الصاغرين، ولكنها قالت لا يسجنن، يعني مبالغه في التوكيد. ولكن هنا الفعل المضارع مؤكد جوازا مش وجوبا. الوجوب بيكون امتى؟ بيكون بعد وقوع الفعل المضارع، بعد على طول أداة القسم. يعني احنا بنقول ايه؟ والله، حلو، دي أداة قسم. لأكرمن، اهي شوفي، لأكرمن أداة القسم، جه بعديها على طول لام القسم، وبعدين جه الفعل المضارع. طالما فعل المضارع جه بعد أداة القسم وبعد لام القسم، خلاص لابد ان هو يؤكد. يعني ما ينفعش اقول مثلا ايه؟ والله، ما ينفعش، وإنما يجب أن أقول والله لأكرمن ضيوفي. تمام. جواز التوكيد بقى إن كان دلا على الطلب، إن كان دلا على الطلب، زي مثلا إيه؟ لينفق كل فرد على قدر طاقته. يجوز أقول لينفقن، ويجوز أقول لينفق، الاثنين عادي، وهكذا في النهي، وهكذا في الاستفهام. ويمنع توكيد طبعا الفعل المضارع في غير الحالات السابقة، يمنع توكيده في غير الحالات السابقة. وقلنا أيضا أن الفعل الأمر يجوز أيضا توكيده بالنون، ولكن الفعل الماضي لا يؤكد بالنون. الفعل الماضي لا يؤكد بالنون، والنون دي طبعا نون التوكيد عليها يعني كلام مهم، المضارع والفعل الأمر. فإحنا قلنا أن نون التوكيد لو اتصلت بالفعل المضارع واتصلت بالفعل الأمر مباشرة، تبني الفعل على الفتح على طول كده. بعد كده تكلمنا احنا عن بقى الفعل الماضي، وقلنا ان الفعل الماضي الاصل فيه البناء. نعم، الاصل في الفعل الماضي البناء، وقلنا ان هو يبنى، الاصل فيه ان هو بيبنى على الفتح، ولكن احيانا يبنى على الضم اذا اتصلت به واو الايه؟
او الجماعه، يبقى الفعل الماضي لو اتصل به واو الجماعه يبنى على ايه؟ يبنى على الفتحه برضو ولا يبنى على الضم؟ لا، يبنى على الضم. وايضا يبنى الفعل الماضي على السكون اذا اتصل ضمائر الرفع المتحركه. ايه هي ضمائر الرفع المتحركه؟ تاء الفاعل او ناء الفاعلين او نون النسوه. تمام. يبقى اذا وقلنا في طريقه سهله جدا علشان اعرف الفعل الماضي مبني على ايه، انطق الفعل الماضي، ان نطقت في اخر حرف في الفعل فتحه يبقى مبني على الفتح، لو نطقت في اخر حرف في الفعل ضمه يبقى مبني على الضم، لو نطقت اخر حرف في الفعل ساكن يبقى مبني على السكون. وخلصنا على كده يعني. تمام. وقلنا الكلام بعد ذلك على فعل الامر بقى، قلنا ان فعل الامر قاعده دائما نقولها ان فعل الامر يبنى على ما يجزم به مضارعه، فعل الامر يبنى على ما يجزم به مضارعه. فبنقول ان هو احيانا بيبنى على السكون، طبعا ده ان كان صحيح الاخر او متصل بنون النسوه يبنى على السكون، ويبنى على الفتح اذا اتصلت به نون التوكيد، ويبنى على حذف حرف العله اذا كان معتل الاخر، ويبنى على حذف النون اذا كان من الاسماء الايش؟ من الاسماء الخمسه. طيب احنا كده خلصنا. هل هناك مشكلة في ذلك؟ وامبارح برضو اعتقد احنا تكلمنا عن الافعال الخمسة امبارح، صح؟ تكلمنا عن الافعال الخمسة، مش كده؟ طيب قلنا ايضا ان الافعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به الف الاثنين او واو الجماعة او ياء المخاطبة. وسميت الافعال الخمسة لانها تأتي على خمسة صور. سميت الافعال الخمسة على كم صورة؟ على خمسة صور. احنا قلنا يعني عايزين نربط التعريف بالصور، عايزين نربط تعريف الاسماء الخمسه بالصور اللي بتيجي عليها الاسماء الخمسه. احنا بنقول الاسماء الخمسه هي كل فعل مضارع اتصل به الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطبه. حلو، تمام. فطبعا كل اضافه او كل اتصال بهذه الاتصالات اللي بتطلع هتاخد اثنين، ما عدا المخاطبه تاخد صوره واحده. الف الاثنين بتاخد صورتين، واحده للمخاطب وواحده للغائب. يعني نقول ايه مثلا؟ انتما تدافعان عن الوطن، ده مخاطب ولا غائب؟ انتما اهو احنا اخذنا في الضمائر انت من طبعا اللي من ضمائر المخاطبه. بالظبط، انتما تدافعاني عن الوطن. تدافعان طبعا ده فعل هو من الافعال الخمسه لاتصاله بالف الاثنين. الف الاثنين بتاخد صوره ثانيه غائب. هما يدافعان عن الوطن، احسنت يا اختنا هشام. وايضا واو الجماعه بتاخد صورتين، واحده للمخاطب والثانيه للغائب. المخاطب انتم تدافعون عن الوطن، والغائب هم يدافعون عن الوطن. انما ياء المخاطبه لا تاخذ الا صوره واحده وهي تدافعين، انت تدافعين عن الوطن. ولذلك سميت بالاسماء، لذلك سميت بالافعال الخمسه، لانها بتاخد خمس صور مالهمش سادس، مالهمش سادس. طيب بتعرب ازاي؟ ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. وطبعا احنا بنقول لما بنحذف النون بناتي مكانها بالالف الفارقه، ناتي مكان النون بالالف بنسميها الالف الفارقه. تمام. يعني اذا حذفت النون من مثلا تدافعون اقول تدافعوا، اذا حذفت النون من تدافعان اقول تدافعا، اذا حذفت النون من تدافعين اقول تدافعي. تمام. اذا الالف الفارقه دي ما بتجيش الا في حاله واو الجماعه. لو انا شلت النون بتاعه واو الجماعه الملتحقه بالفعل المضارع بحط مكانها الالف الايش؟ بحط مكانها الالف الفارقه. تمام. نعم. يبقى إذن الألف الفارقة تظهر حين النصب والجزم إذا كان ملتحقا بالفعل المضارع. مثلا قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. يلا أعربوا فاستمعوا بقى. فاستمعوا، أعربوا فاستمعوا. ضرب مثل فاستمعوا له.
سنة واحدة ننزل الآية لأنها حلوة يعني. ضريبة مثلا. أحسنت يا أختنا. فعل أمر مدح في النون طبعا لأن الأصل إن هو أقول فاستمعون، ولكن طبعا حذفنا النون بتاعته وظهرت الألف الفارقة بسبب واو الجماعة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون، تدعون حد يعرف كده تدعون؟ ده من الأفعال الخمسة هو برضه. ها تدعون فعل إيش؟ مفاوضة من أحسن تفتنا. قال تعالى من دون الله لن يخلقوا ذبابا، لن يخلقوا ذبابا، يخلقوا إيه بقى؟ تعب إيه؟ أحسن تفتنا ماشي. ها لن يخلقوا بقى، لن يخلقوا ذبابا. طبعا لن من أدوات إيه؟ ماشي لما نشوف الاخوه دي ولا فعل مضارع مجزوم. هي لن من ادوات الجزم، لن من ادوات الجزم. بس انا واحده نتاكد بس، طبعا لن مش من ادوات الجزم. ايوه كده، ايوه كده، احسنت يا حاج الشهق، ايوه كده. يبقى منصوب، ما هو بقى هي يعني هو العام مش هتغير، بس هتشيلي كلمه مجزوم وتحطي كلمه ايه؟ منصوب، بس مش اكتر. فعل مضارع منصوب بلن وعلامه نصبه حذف النون. تمام، ما فيش مشكله. طيب ننزل ايه تاني عشان التكست طلع. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ولو اجتمعوا، اجتمعوا اعربوا بقى اجتمعوا ده ايه؟ فعل ايه؟ اجتمع، اجتمعوا. يلا فعل ايه؟ احسنت، فعل ماضي ماله، ما احنا عايزين نطبق القاعده اللي احنا استخدمناها دلوقتي. هو الفعل الماضي لو اتصل، ايوه احسنت اختنا، لان الفعل الماضي لو اتصل به الجماعه بيبقى مبني على الضم. ولو اجتمعوا له وان يسلبه الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فعل مفعول. طيب هل هناك شيء غير واضح فيه؟ طيب عايزين بس قبل ما ننتقل ماشي نعرف بس يستنقذوه. ها وان واخدين واخدين بالكم، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه. احنا عايزين نعرف التركيب ده كله يا جماعه، يعني يا ريت، لان والله الايه دي هي فيها تطبيق على كل الحاجات اللي احنا خدناها. ايوه لا اعرب من الاول بقى، وان سيبك من الواو، اعرب من الاول. ان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه. ماشي طب خلينا نعرب ان الاول. ان هنقول اداه شرط مبنيه على السكون لا محل لها من الاعراب، خلاص ان اداه شرط خلصنا على كده. يسلب يسلب ده فعل ايه؟ ها مفيش صوت يا جماعه. ايوه ماشي، فعل مضارع مجزوم، احسنت يا اختنا، لانه ده فعل الشرط. فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه ايه؟ ده الباء فوقها ايه؟ فوقها سكون، يبقى فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه السكون. احسنت يا اختنا هشام. هم بقى، هم احنا قلنا هاء الغائب بجميع انواعها لو اتصلت بالفعل تعرف ايه؟ اتكلمنا في ثلاثة، هاء الغيبة وكاف الخطاب وياء المتكلم. ثلاثة دول لو اتصلوا بالفعل يعربوا ايه؟ ضمير متصل. احسنت اختنا. الذباب، الذباب طبعا فاعل، خلاص دي سهلة مش مشكلة ما تكتبهاش. الذباب فاعل مرفوع على رفع الضمة. شيئا، شيئا تعرب ايه؟ مفعول به ثاني. احسنت اختنا، مفعول به ثاني منصوب وعلامه نصب الفتحه. طيب لا يستنقذوه بقى، لا يستنقذوه
لا دي لا الناهيه ولا النافيه. خلي بالكو لابد من التفرقه بين الاثنين، لان في واحده بتاثر على المضارع والتانيه ما بتاثرش. يبقى النافيه يبقى ايه؟ مش هتاثر على المضارع، مع ان المضارع مجزوم، بس هو مش مجزوم علشان الله، لا هو مجزوم علشان هو وقع في جواب الشرط، وقع في جواب الشرط. واحنا قلنا ان من ادوات الشرط التي تجزم فعلين، احدهما فعل الشرط اللي هو يسلبهم، والتاني جواب الشرط اللي هو يستنقذوه. يلا حد بقى يعرف يستنقذوه اعرابا كاملا. يستنقذوه فعل مضارع مجزوم، لأنه طبعا واقع في جواب الشرط وعلامة جزمه حذف النون، صح؟ لأن الأصل يستنقذه وحذفت النون. طب والهاء، الهاء اللي في آخر كلمة يستنقذوه، هاء مفعول به. طيب خلاص كده احنا خلصنا. طبعا منه ده جار ومجرور، وخلصنا على كده. ضمير متصل في محل نصب مفعول به. احسنتي يا اختي هشام، جزاكم الله خيرا. كده هل هناك مشكله في مساله اعراب الافعال وبنائها قبل ما ننتقل لمرفوعات الاسماء؟ ها إعراب ليسجننه في الآية ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. حاضر، هناخد الآية دي صوت إيه الآية دي؟ ناخدها ونعرضها في آخر الدرس إن شاء الله، عشان بس عايز أخلص النهاردة إن شاء الله المبتدأ والخبر في سورة يوسف. طيب ماشي. هنحتفظ بالآية اهو، وفي آخر إن شاء الله الدرس نعرفها. طيب بعد كده بقى نخش على مرفوعات الأسماء. مرفوعات الأسماء إحنا قلنا الأسماء إما أن تكون معربة وإما أن تكون مبنية، وقلنا إن الأسماء يعني من حالات الإعراب بتمر بيها اللي هي الرفع. فإحنا بنقول مرفوعات الأسماء يعني الأسماء اللي بتكون في موقع رفع، يعني بتكون دائما تأتي مرفوعة. أول حاجة هنتعرض لها في هذا الباب هو باب المبتدأ والخبر. أول حاجة المبتدأ والخبر. طبعا إحنا عرفنا قبل ذلك أن الجملة الإسمية تتكون من ركنين أساسيين هما المبتدأ والخبر، ولا يتم معنى الجملة إلا بهما معا، يعني لازم يكون مبتدأ بعديه خبر. مثل العلم نور أو العلم ينفخ، فطبعا هذه جملة اسمية مكونة من العلم وهو مبتدأ وينفخ وهو خبر. وطبعا بعد كده بقى نتكلم في تعريف المبتدأ. عايزين نقول طبعا يا جماعة إن المبتدأ هو اسم مرفوع متحدث عنه، يعني يقع في أول الجملة، والخبر هو الجزء المتحدث به عن المبتدأ، وهو الذي تتم به الفائدة، وهو الذي تتم به الفائدة. واحدة واحدة مولانا الشاق، احنا الآن بكلامنا عن المبتدأ والخبر بنقول إن المبتدأ ده اسم بيقع في أول الجملة الإسمية، ما فيهاش حاجة دي. الخبر بقى ده اللي بيتم معناه. هو احنا يا جماعة مش دايما بنسمع نشرة الأخبار؟ نشرة الأخبار دي بتقدم لنا معلومات ما كانتش عندنا، فهذه هي علامة الخبر في الجملة الإسمية. لو لقي في الجملة الإسمية تقدم لك معلومة عن المبتدأ، إذا فهذه هي الخبر. طيب هناك أنواع من الخبر. الخبر لا يأتي على صورة واحدة، وإنما هناك خبر مفرد، وهناك خبر جملة، وهناك خبر شبه جملة. تمام، أنا أعتقد إن معظم الإخوة عارف هذا الكلام. يعني إذا قلنا الكتاب مفيد، الكتاب مفيد، طبعا دي مبتدأ
مرفوع رفع الضمه ومفيد خبر مرفوع وعلامه رفع الضمه. المتناظران حاضران، المتناظران حاضران، طبعا المتناظران مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الالف لانه مثنى، وحاضران ايضا حاضرا خبر ايضا مرفوع علامه رفعه الالف. ايضا المجتهدتان متفوقتان ايضا ضرب برضه مبتدا. المجاهدون منصورون، المجاهدون طبعا ده ايه، ها حد يعرف؟ المجاهدون مبتدا مرفوع علامه رفعه ايه؟ ماشي، ليه بقى؟ ليه 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 يا ترى؟ ليه 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 يا ترى يا موسى؟ لأنه جمع مذكر سالم. أحسنت أختنا شام. وبرضو منصورون خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. المتعلمات نافعات، المتعلمات ده مبتدأ مرفوع في الضمة، ونافعات برضو مبتدأ مرفوع في الضمة. طيب أظن ما فيش مشكلة في الخبر المفرد. يبقى إحنا بنقول أن الخبر يأتي على ثلاث أنواع: المفرد وهو ما ليس بجملة اسمية أو جملة فعلية، ولا هو شبه جملة. يعني إيه بقى شبه جملة؟ شبه جملة يعني ظرف ومضاف إليه، يا إما جار ومجرور، وممكن بعد الظرف ما يجيش مضاف إليه، لكن إحنا بنقول في الغالب ظرف، ظرف خصوصا ظروف الزمان، ظروف المكان، عذرا ظروف المكان غالبا بياتي بعديها مضاف اليه. بنقول ان لا، هو الخبر بس اللي يتعدد، انما المبتدا لا يمكن ان يتعدد. اصبر عليا، احنا هنيجي على تعدد الخبر، يعني ما تاخدنيش على مشامي كده، احنا لسه بنتكلم في انواع الخبر. فاحنا بنقول يا جماعه ان الخبر المفرد هو ما ليس بجمله اسميه ولا جملة فعلية، ولا أيضا بشبه جملة. شبه الجملة يعني إما ظرف يا إما أو مجرور. هل هناك مشكلة في هذا الكلام محتاج توضيح؟ هل هذا الكلام محتاج توضيح؟ واضح. طيب الحمد لله. بنقول إن الخبر لابد أن يطابق المبتدأ في حاجتين، في النوع وفي العدد. في النوع من ناحية التذكير والتأنيث، يعني لابد الخبر أن يطابق المبتدأ في النوع من ناحية التذكير والتأنيث، ولابد أن يطابق في العدد من ناحية الإفراد والتثنية والجمع، ويكون مرفوعا ولا يحتاج إلى ربط. هناك ملحوظة بقى جميلة جدا للذين يكتبون، يعني هناك ملحوظة يستفيد منها الكتبة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أخي خسوف. بنقول ايه يا جماعة؟ بنقول اذا كان المبتدأ جمع تكسير لغير العاقل. يعني ايه جمع تكسير لغير العاقل؟ يعني مثلا الاسود، المقاعد، يعني النوافذ، كل هذا جمع تكسير لغير عاقل. او جمعا بالالف والتاء لغير العاقل برضو، زي المحيطات وهكذا. جاز ان يخبر عن مفرد المؤنث او بجمع الالف والتاء. يعني ينفع اخبر عن الاسود بخبر مفرد مؤنث، وينفع اخبر عن الاسود بخبر فيه جمع الالف والتاء. يعني مثلا ينفع اقول الاسود زائره، يعني لها زائر، يعني الاسود زائره، او الاسود زائرات. تمام. ينفع اقول الاسود مفترسه، وينفع اقول الاسود مفترسات. تمام. ليه؟ لان الاسود جمع، يعني جمع تكسير لغير العاقل، جمع تكسير لغير العاقل. فيجوز الخبر يجي مفرد، ويجوز الخبر يجي جمع مؤنث، يعني اما مفرد مؤنث يا اما جمع مؤنث. برضو الكلمه زي كانت المحيطات، ينفع اقول المحيطات واسعه، واسعة بالتاء المربوطة، وينفع أقول المحيطات واسعات. تمام. يبقى إذا هذه يعني قاعدة حلوة في الكتابة. بنقول إذا كان المبتدأ جمع تكسير لغير العاقل أو جمعا بالألف والتاء، جاز أن يخبر عنه بالمفرد المؤنث أو بجمع المؤنث السالم. الاثنين. المساجد مكتظة،
او المساجد مكتظات. احسنت يا اختنا، كده يمشي وكده يمشي، صح الاثنين صح. وعايزين تجيبوا امثله تانية هات براحتكم، المهم ان يكون جمع تكسير لغير عاقل. طالما جمع تكسير لغير عاقل يجوز ان انا اخبر عنه بالمفرد المؤنث او بجمع المؤنث السالم. وايضا اذا كان الاسم جمع مؤنث سالم يجوز ان انا اخبر عنه باسم بمؤنث مفرد او بجمع مؤنث سالم برضه. اه ده المتداول اكثر، ولكن احنا بنقول دي معلومة علشان اللي عايز يكتب، يعني مثلا محيطات واسعات ما يقولش التركيب ده تركيب غلط، لا ده تركيب صحيح 100% ونحويا واعرابيا ولغة صحيح. تمام، واحد مثلا عايز يقول الاسود زائرة ومفروض يقول الاسود زائرات، لا الاسود زائرة، لا صح الاسود زائرة صح مش غلط. تمام، هل هذه السنة واحدة بس أنا أعلم عليها والله في الكتاب، لأنها فعلا ملحوظة هامة ينبغي أن نعتني بها أثناء شرح هذا الدرس. طيب بعد كده بنقول إن النوع الثاني من أنواع الخبر أن يكون الخبر جملة اسمية أو جملة فعلية. طبعا الجملة الاسمية بتتكون من مبتدأ وخبر، والجملة الفعلية بتتكون من فعل وفاعل، سواء بقى كانت الجملة الفعلية فعلها مضارع أو فعلها ماضي مش هتفرق، المهم إن الخبر يكون جملة فعلية. ويشترط في الجملة الاسمية أو الفعلية أن تتصل بضمير يعود على المبتدأ، تتصل بضمير يعود على المبتدأ ويطابقه نوعا وعددا. واحنا يعني يطابقه نوعا وعددا يعني يقوم مقام الخبر المفرد، في ان احنا قلنا ان الخبر المفرد بيطابق المبتدأ برضه في النوع والعدد. ايضا يبقى يتصل بالجملة الاسمية او الفعلية اللي هي واقعة في محل الخبر ضمير، هذا الضمير يعود على المبتدأ ويطابقه في النوع والعدد زي ما الخبر المفرد بيطابق المبتدأ في النوع والعدد. والضمير ده بيسمى ضمير ربط، في ضمير بيربط الخبر بالمبتدأ. نعطي مثال نقول مصر آثارها خالدة. يلا اعربوا يا اخوه، مصر اثارها خالده. اعرب محمد كيو، حياكم الله يا اختنا نور. يا جماعه ماشي، مصر مبتدا مرفوع طبعا ضمه الظاهره، اثار تعرب ايه؟ آثار تعرب ايه؟ اللي هيجيبها يبقى حلو. يا احسنت يا عم الشهق، بس انا كنت عايز اختنا شمال اللي تجيبها، بس مش مشكله. تمام، مصر يبقى مبتدا مرفوع، واثار مبتدا تاني برضو مرفوع، والهاء بقى اثارها، ها الهاء مضاف اليه طبعا، وخالده تعرب ايه؟ تعرب خبر للمبتدا التاني. خبر المبتدا التاني. والجمله كلها شوفوا بقى، ده اول درس في اعراب الجمل. الجمله كلها اثارها خالده، الجمله من المبتدا والخبر في محل رفع خبر للمبتدا الاول اللي هو مصر. تمام، طبعا لو لاحظنا هنا في الجمله هنلاقي ان في ضمير اضيف الى اضيف الى المبتدا الثاني علشان يربط المبتدا الثاني بالمبتدا الاول، وهذه قاعده في منتهى الاهميه. يبقى في خبر في المبتدا الثاني اتصل به ضمير. ليه بقى؟ ايه وظيفه هذا الضمير اللي اتصل بالمبتدا الثاني؟ ان يربط المبتدا الثاني بالمبتدا الاول علشان نعرف في النهايه نقول جمله اثرها خالدا اللي هي مكونه من المبتدا والخبر في محل رفع خبر للمبتدا الاول اللي هو مصر. طيب ده خبر كده جمله اسميه ولا جمله فعليه؟ لا ده خبر جمله اسميه مكون من مبتدا وخبر. طيب بعد كده لما نقول الأمهات قلوبهن رحيمة، الأمهات قلوبهن رحيمة، يلا أعربوا. الأمهات مبتدأ مرفوع وعلامة، وقلوب مبتدأ تاني. أحسنت أختنا، طالما أنت قلت مبتدأ أول يبقى القلوب مبتدأ تاني، والهاء والهاء طبعا
نفس الاعراب اللي فات، ورحيمه خبر للمبتدا الثاني، والجمله من المبتدا والخبر في محل رفع خبر للمبتدا الاول اللي هي الامهات. تمام. طيب كل دي اخبار جمله اسميه. عايزين بقى ناخد جمله فعليه، نقول مثلا ايه؟ العلماء يخدمون البشريه. نعم، احنا بنقول ضمير، اي ضمير يربط بين المبتدا الاول والمبتدا الثاني، او اي ضمير يربط بين الفعل وبين المبتدا، اي ضمير مش لازم هاء يعني. ما هو عندك يخدمون اهو، يخدمون، ما هو الضمير اللي فيها ما هوش بيربط بين الفعل وبين المبتدا. تمام. العلماء يخدمون البشريه، يلا اعربوا. طبعا العلماء مبتدا، انا عايز بقى يخدمون، هتعربوها ايه؟ يخدمون طب انا عارف ان هو فعل، كملوا الاعراب. طيب ها، فعل ايه؟ يخدمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لانه من الافعال الخمسه. احسنت اختنا، جزاكم الله خير، ما شاء الله، حلو. البشريه بقى، ها البشريه تعرب ايه؟ تعرب طبعا مفعول به منصوب على نصب الفتحه، والفاعل ضمير مستتر تقديره هم، والجمله الفعليه من الفعل والفاعل والمفعول به في محل رفع خبر للمبتدا اللي هو العلماء. احسنتم، وده كده خبر جمله فعليه. والشاهد كمان لو نلاحظ ان الواو والنون ها هنا دي كانت ضمير اللي هي واو الجماعه، يعني واو الجماعه هنا دي ضمير وافق المبتدا في حاجتين، في النوع العلماء مذكر، واو الجماعه طبعا للمذكر، ووافقوا في العدد، العلماء جمع، واو الجماعه بتستخدم ايضا للجمع. يبقى اذا لابد يا جماعه من وجود ضمير ربط، هذا الضمير يربط الجمله الاسميه او الفعليه بالمبتدا الذي قبلها. لو قلنا العالمان يتنافسان، يلا اعرب. العالمان مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الالف لانه من المثنى. ايوه. يتنافسان بقى، يتنافسان طبعا يتنافسان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون او من الافعال الخمسه. احسنت يا اختنا، افتحق بيه الف الاثنين، احسنت جزاكم الله خيرا. طبعا نقول بقى والفاعل ضمير مستتر تقديره هما او الفاعل ضمير مستتر تقديره هما، والجمله من الفعل والفاعل في محل رفع خبر للمبتدا العالمان. تمام. طيب لو قلنا، احسنت ما شاء الله، لو قلنا البنتان فازتا، يلا البنتان ده مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الالف يعني لانه من المثنى، وفازتا ايضا ده فعل مضارع، لا فازتا فعل ماضي، فعل فاز، وفازتا فعل ماضي مبني على الفتح، صح ولا نعرفه ازاي ده فازتا ده؟ ها هنعرف فازتا ازاي؟ الله اخي الاصيل، ها البنتان فازتا يتعرف ازاي؟ هتعربوا فازتها ازاي؟ ماشي، هو فعل ماضي مبني على الفتح، ماشي مفيش مشكلة، فعل ماضي مبني على الفتح. طيب فين الفعل؟ تقديرهما، احسنت، والجملة من الفعل والفعل في محل رفع خبر للمبتدأ بتاع البنتان. خلاص، هل هناك مشكلة الآن في الخبر اللي بيه جملة؟ سواء جملة اسمية أو جملة فعلية؟ طيب واضح. بعد كده النوع الثالث من الخبر اللي هو بيبقى شبه جملة.
اللي هو بيبقى شبه جملة. شبه الجملة معناه إما أن يكون ظرفا وإما أن يكون جارا ومجرورا. طبعا إن شاء الله بعد كده هنتكلم إيه الفرق بين الجملة وبين شبه الجملة، وليه بنقول على الظرف والمضاف والمضاف إليه أو الجار والمجرور إن هما شبه جملة ما هماش جملة، يعني زي كده الفرق بين الجزيرة وشبه الجزيرة. هنبقى نتكلم عن الموضوع ده، لكن إحنا محتاجين نخلص. شبه الجملة زي ما قلنا إما أن يكون ظرف زمان أو ظرف مكان، وإما أن يكون جار ومجرور، ولا يشترط فيه شيء ويكون، يعني ما يشترطش أن يكون فيه ضمير، واخد بالكو؟ على عكس الجملة الاسمية والجملة الفعلية. الجملة الاسمية أو الجملة الفعلية قلنا لازم يلتحق بهما ضمير، هذا الضمير يربط الجملة بالمبتدأ. ان شاء الله اخي نجمة يعني يقوم بالواجب، ما شاء الله ربنا بارك فيه ويرفع قدره. اسمه ضمير الربط او ضمير العائد. حلو، فاحنا بنقول ان الجملة الاسمية الفعلية لازم يكون في ضمير يربط، انما شبه الجملة لا يلزم ان يكون هناك ضمير، ودي حاجة مهمة جدا. يعني مثلا ما نقول ايه السفر، يلا السفر غدا، طبعا السفر ده مبتدأ مرفوع على رفع الضم. طب غدا هنعربها ايه؟ يلا من يأتيني بإعراب غدا، على ما أقوم أجيب إزازة مية وأجي، لأن إزازة المية اللي معاها خلصت والجو حر جدا. يلا حد بقى يعرب لنا غدا. أحسنت يا أخي عمر، غدا تعرب صوب علامة نصب الفتحة، وطبعا غدا الظرف هيبقى في محل رفع خبر للمبتدأ، الظرف هيبقى في محل رفع خبر للمبتدأ، تمام؟ فده اسمه شبه جملة، يعني ده اسمه شبه جملة. لما نقول مثلا إيه الطائرة فوق السحاب، الطائرة فوق السحاب، المثال ده أوضح لأن جه بعد الظرف مفعول، جه بعد الظرف مضاف إليه. الطائرة فوق السحاب، طبعا الطائرة مبتدأ، فوق ده ظرف مكان، احنا قلنا دايما ظرف المكان بيجي بعديه مضاف إليه، فوق ظرف مكان، تمام، والسحاب مضاف إليه، والجملة شبه الجملة بقى، مش هنقول الجملة، هنقول شبه الجملة، في محل رفع خبر للطائرة، تمام كده. لما نيجي نقول السعادة في العمل، نعم السعادة في العمل، السعادة طبعا ده مبتدأ، في العمل ده جار ومجرور، ونيجي نقول شبه الجملة، شبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر للمبتدأ اللي هو السعادة. وأيضا لما نيجي نقول المستقبل للعلماء، المستقبل للعلماء، طبعا اللام دي حرف جر والعلماء اسم مجرور وعلامة جر الكسرة، والجملة من الجار والمجرور في محل رفع ايه؟ في محل رفع خبر للمبتدأ اللي هو المستقبل، تمام؟ يبقى هل هناك مشكلة في موضوع أنواع الخبر؟ هل هناك مشكلة فيها؟ طيب الحمد لله رب العالمين. من الحاجات يعني هضع بعض الضوء على النقاط اللي لازم نفتكرها المهمة في مسألة أنواع الخبر. مسألة أنواع الخبر من مهم جدا إن إحنا نفهم أو نفتكر إن المفروض يطابق المبتدأ في حاجتين، إيه هما؟ ها؟ حد يقولهم لي. المبتدأ يعني إلخاء المبتدأ لازم يطابقوا الخبر المفرد في حاجتين، العدد وحاجة كمان والنوع.
ايوه احسنت اختنا شاب. العدد يعني مفرد ولا مثنى ولا جمع، والنوع اللي هو مذكر او مؤنث. من الحاجه الثانيه لازم نفتكرها في انواع الخبر، ان المبتدا لو كان جمع تكسير لغير العاقل، او ان كان المبتدا جمع مؤنث سالم، ينفع الخبر يكون اما جمع تكسير، ينفع الخبر يكون مفرد، او ينفع الخبر يكون جمع مؤنث سالم. يعني ايه؟ والله ينفع اقول المتعلمات نافعات، او المتعلمات النافعه. ينفع اقول الاسود زائره او زائرات، وينفع اقول المحيطات واسعه او واسعات. طيب الحاجه الثانيه اللي لازم افتكرها برضو، ان ده ضمير ربط في موضوع اللي هو الخبر اللي بيكون نوعه جمله اسميه او جمله فعليه. قلنا الخبر لو جمله اسميه او جمله فعليه لازم تلاقي فيه ضمير ربط يربط الجمله الاسميه او الفعليه بالمبتدا، وقلنا ان ضمير الربط ده بيقوم مقام الخبر المفرد، فبيوافق المبتدا في حاجتين برضو اللي انتوا لسه قايلينهم، اللي هو النوع واللي هو العدد. احسنت. مصر اثرها خالده، اثرها الهاء اهي جت ضمير ربط، تمام. وايضا شبه الجمله اللي هو بيكون حاجه من الاثنين، اما ان يكون ظرف زمن او ظرف مكان مضاف اليه. خلي بالكوا لما يجي ورا الظرف مضاف اليه علشان اقول ان هو شبه جمله، لا، الظرف شبه جمله حتى لو جاء منفردا، وبقول شبه الجمله في محل رفع خبر المبتدا، تمام. زي ما قلنا كده المثال بتاع السفر غدا، غدا لم ياتي شيء بعد الظرف بنقول شبه جمله. تمام. وقلنا ان شبه الجمله لا يشترط ان يكون فيها ايه، لا يشترط ان يكون في ضمير يربط بينها وبين المبتدا، مش زي الخبر الجمله الاسميه او خبر الجمله الفعليه، تمام. طيب ننتقل بعد ذلك بقى الى موضوع تعدد الخبر اللي هو كان بيتكلم فيه اخي الشاق. بنقول قد يتعدد الخبر للمبتدا الواحد، ولكن لا يمكن ان يتعدد المبتدا. ازاي يتعدد الخبر للمبتدا الواحد؟ يعني لما نقول مصر خالدة، حلو، وفية، خيرها كثير، تعرف واجبها، أعرب. وشوفوا بقى طلعوا كم خبر من الجملة دي. حلو، احسنت يا اختنا. مبتدا خالده، خالده وفيه خبرين، حلو. خيرها كثير خبر، بس لازم تقولي لي نوع الخبر ده ايه، لان ده جمله فلازم تفرقي. فعند خبر جمله اسميه وخبر جمله فعليه، ده خبر جمله ايه؟ جمله اسميه، احسنت. وبعدين يبقى احنا عندنا كم خبر في الجمله دي؟ شوف طلعنا كم خبر؟ اربع اخبار. وممكن يجي خمسه، ممكن يجي سته، ممكن يجي سبعه، على حسب الجمله وسياق الجمله. المهم ان الشاهد يعني ان الخبر يتعدد. الخبر يتعدد، وليس هناك شرط ان ياتي الخبر بعد المبتدا مباشره. يعني مثلا لما اقول ايه؟ لما اجي اقول مكتبه المدرسة الكبيرة، يلا فين المبتدا وفين الخبر؟ المبتدا مكتبة. مكتبة المدرسة الكبيرة نظيفة، مكتبة هي المبتدا، نعم، ونظيفة هي الخبر. شوف في كلمتين فاصلين بين مكتبه وبين نظيفه، يعني في كلمتين فاصلين مبتدا وخبر. وبالمناسبه في بعض السياقات، يعني نعم، في بعض السياقات ممكن تجيب المبتدا في اول الجمله وتحصل الخبر بتاع المبتدا في اخر الجمله، فمش شرط ان الخبر يجي بعد المبتدا مباشره، لا، ده انت ممكن يجي بعد المبتدا زي المضاف اليه، وممكن يجي صفه، وممكن يجي مش عارف ايه، يعني ممكن يجي حاجات كتير جدا.
بين المبتدأ وبين الخبر. ولكن انا بعرف الخبر منين؟ بعرف الخبر من اتمام المعنى، زي ما اخي عمر قال كده. يعني قلت مكتبة المدرسة الكبيرة، طب وبعدين يعني؟ ها، مكتبة المدرسة الكبيرة المتطورة، ايوه وبعدين مالها يعني؟ يقول لك في الاخر نظيفة، فتعرف ان نظيفه ده الخبر. ولذلك احنا لما نيجي لما اتكلمنا عن تعريف الخبر، قلنا ان الخبر يا جماعه هو المعلومه المستفاده من الكلام، المعلومه المستفاده من الجمله، هو ده الخبر. حيا الله اخت النيو، تمام. فهذه حته برضو يحسن ان احنا نقول ننتبه اليها يعني. طيب نكمل ان شاء الله تقديم الخبر على المبتدأ ولا نخليها المرة الجاية؟ ها، نكمل ولا نخليها المرة الجاية إن شاء الله؟ كما شئتم. المرة الجاية؟ خلاص، ما أصل خلي بالك أختنا النيو وأخت هشام معايا من الأول، فطبعا زمانها إيه؟ يعني إحنا أعتقد تجاوزنا الساعة وتلت أهو، فزمانها هي فقط التركيز يعني، لسه داخلة دلوقتي. طيب ننهي التسجيل ولا نكمل؟ طيب ننهي التسجيل وبعدين ناخد الآية بتاعة الشهق وناخد سؤال مولانا عمر. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.